السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي ساعة اقتصاد. حققت الجزائر نموا قويا في سنة 2023 من خلال ناتج محلي خام فاق 4%، كما سجلت الجزائر انخفاضا في معدلات التضخم والتي سجلت 5% في الربع الأول من هذه السنة، وذلك وفق آخر تقرير للبنك الدولي. مؤشرات إيجابية يطبعها اللون الأخضر جاءت مدعمة بأداء عديد القطاعات الاستراتيجية وتسارع النمو الاستثمار والانتعاش في الاستثمار العمومي حسب تقرير البنك الدولي. كما أرجع البنك الدولي هذه الديناميكية في النمو الاقتصادي الوطني إلى أداء قطاعات الفلاحة، الصناعة، الأشغال العمومية وقطاع السكن والمناجم، بالإضافة إلى قطاع المحروقات. تقرير البنك الدولي أشار أيضا إلى التقدم الكبير في الرقمنة وتعزيز أنظمة المعلومات والبيانات، كما تطرق التقرير إلى ديناميكية الاستهلاك القوية التي تشهدها الجزائر بفضل سياسة رفع الأجور وتحسينها وزيادة قوة الاستثمار وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية. أهم ما تضمنه تقرير البنك الدولي حول المؤشرات الاقتصادية لبلادنا سيكون محل النقاش لهذا العدد من ساعة اقتصاد. بداية أرحب بضيوف الأكارم. أولا دكتور هواري تغرسي وهو خبير اقتصادي أستاذ جامعي، أهلا بك دكتور. شكرا بارك الله. شكرا جزيلا. كما أرحب بالسيد محمد ضروي وهو خبير في التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية، أهلا بك سيدي. أهلا أستاذ الكريم أستاذ المشاهدين. شكرا جزيلا. كما أرحب بالدكتور عمر هارون وهو أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، أهلا بك دكتور. أهلا بك بضيوفك الكرام وبكل متابعينا الكرام. شكرا جزيلا. إذا دكتور تغرسي الناصر معك في هذا النقاش. من أهم النقاط التي أبرزها التقرير الأخير للبنك الدولي هو أهمية الإصلاحات الأخيرة التي عرفتها الجزائر ودعم التنوع في الاقتصاد وكذا تسارع في وتيرة الاستثمارات سواء الاستثمار العمومي أو الاستثمار الخاص. طبعا مهم جدا نبدأ من آخر فقرة لأنه ذكرت التقرير تاعك قضية التزام الاجتماعي اللي كان موجود خاصة بالنسبة لزيادات الأجور، وفي كثير من الحالات كنا نقولوا أنه النظرية الاقتصادية طبعا تبرز دائما هذا الفكر، لأنه كيف يمكن تحقيق هذه الزيادات بالنسبه للاجور وقضيه الزياده بالنسبه للطلب على المواد الاستهلاكيه، لانه لما نزيد بالنسبه للاجور راح نحرك العمليه من خلال الطلب على الاجور، ثم بعدها تكون زيادات استهلاكيه معناتها يزيد الطلب الوطني، وبعدها ممكن حتى يزيد العرض الوطني، لانه اذا ما عندكش قيمه استهلاكيه مرتفعه خليني نقول لك انه راح تلاقي اشكاليه العرض يبقى مطروح، لانه ممكن يكون العرض كبير والطلب يكون طبعا الفارق بيناتهم تكون هو، واحنا راح نلقى مشكله في طبعا تغطيه الطلب هذا وتحدث الفجوه. معناتها السيد الرئيس من خلال هذه الزياده ورغم الانتقادات اللي سمعناها في كثير من الخبراء كيف يمكن تغطيه هذه الزيادات، ولكن هذه الزيادات كان عندها اثر ايجابي بالنسبه لتقريبا كل القطاعات الوزاريه. وطبعا من هذه الزياده شفنا انه الحركيه بالنسبه لي حتى اعاده النظر بالنسبه لي الاجور، وشفنا قرار مهم بالنسبه للسيد رئيس الجمهوريه اللي هو الزيادات في المرحله القادمه الى غايه 27 زيادات اخرى تقريبا مقدره ب 53%. هنا نربطها بانه اليوم شفنا المؤسسات الماليه اللي تعودنا انه هذو المنتقدين تقاريرها كانت كلها سلبية كلها طبعا تؤكد السياسه الرشيده للسلطات العموميه فيما يخص هذا الجانب، وهذا مهم جدا اليوم انه هذه الارقام وهذه المؤسسات تؤكد الاجراءات اللي قامت بها السلطات العموميه من خلال هذه الزيادات، خاصه وانه التقرير الرابع والخامس اللي يكون ايجابي من هذه الهيئات. نعم لانه في المراحل السابقه نفس المؤسسات كانت تقول من غير الممكن انه تكون زيادات بالنسبه للاجور، وكانت ضد طبعا الدعم الاجتماعي، ضد طبعا حضرت المفاوضات مع مؤسسه من المؤسسات هذه لما كنت في البرلمان وكانت منتقده للجانب، ولكن اليوم هذه المؤسسات الماليه لما عرفت النجاح اللي وصلت له الجزائر من خلال طبعا المؤشرات الاقتصاديه، وشفنا المؤشرات الاقتصاديه لانه الاهداف خلينا نقول لك. لكن دكتور تغرسي سؤال تعقيب فقط. نعم. اليوم الجزائر عدم لجوءها الى الاستدانه اليوم يعطيها هذه الاريحيه في التحكم او تسيير قدراتها الماليه كما تشاء، لانه مرتبطه بسياده. نعم سياده اقتصاديه، لكن حتى بالنسبه للسياده الوطنيه هنا انه قرارات الجزائر مستقله، ماذا نريد
من خلال طبعا القرارات المهمة جدا، كيف ما هي القطاعات المهمة، ولا شخص يقدر يتحكم في الاقتصاد تاعك. عندك برنامج السلطات العمومية قررت لي طبعا تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات. نعم جدا نحتاج المرحلة القادمة إلى توسيع الشراكات مع كثير من المؤسسات، شفنا أنه بدأت حضور بالنسبة لكثير من المؤسسات، ولكن كيف يمكن تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات؟ قطاع الفلاحة اليوم أرقام طبعا مذهلة بالنسبة لهذا القطاع، وبدينا بداية كبيرة بالنسبة خطوة كبيرة بالنسبة لقضية الأمن الغذائي، وشفنا انه المراحل السابقه كنا تقريبا معاد، اليوم على طبعا خطى نقدر نوصل الى تحقيق طبعا الامن الغذائي بالنسبه للجزائر. ولما تقول الامن الغذائي ممكن ان نتحكم في السياسات الاقتصاديه، تتحكم حتى بالنسبه للقرارات السياسيه المهمه في المراحل القادمة. شكرا لك دكتور. السيد الضروي، يعني من خلال هذا التقرير كانت جملة مهمة جدا في هذا، يعني تعقيب وش قال الدكتور تغرسي، ديناميكية الاستهلاك القوي. اليوم ماذا يرمي البنك الدولي من خلال هذه الجملة؟ يعني اولا اريد ان اضيف على ما قاله الاستاذ، عندما تحدث عن بعض ما يسمون خبراء ومختصين وغير ذلك، من يقول لك انه كيف سوف يتم تغطية هذه الكتلة المالية المخصصة لزيادات الاجور، نقول لك يا اما هؤلاء لا سنصنفهم على صنفين لا ثالث لهما، يا اما على انه ليس لديه القدرة على التحليل الاقتصادي والاجتماعي بعيد جدا، وإما بصريح العبارة وإما خائن ومشوش. لأنه أعطيك يعني أمور بسيطة جدا يفهمها المواطن. عذرا، نحن نتكلم عن تنويع الاقتصاد أستاذي الكريم، وحققنا في حدود 15 مليار دولار في السنة الماضية. نحن نتحدث عن زيادات كبيرة في القطاع الطاقوي خاصة في مجال الغاز مع مراعاة الاستدامة في هذا القطاع. أصبحنا نتكلم عن التصدير خارج كعملات إضافية للخزينة العامة، ونحن نتحدث عن 60 و70 مليار دولار احتياطي صرف. أرقام كثيرة يمكننا أن نتكلم عنها، والأكثر من ذلك ممكن هذه الأرقام ترتفع حتى بنسبة 2000%. ولكن الأقوى من كل ذلك وهو ما يطبع الاستدامة لأي قرارات للسلطة العليا في البلاد، عندما تتحدث عن سير الدولة بكل قطاعاتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعتبر هو المورد الحقيقي في منع خروج احتياطات العملة الصعبة من خلال الاستيراد المفرط وغير ذلك. فمهم جدا أن نركز، ونحن أصبحنا نتكلم عن الزراعات الاستراتيجية وتنمية وتطوير القطاعات الحيوية حتى التي كانت لعقود هي السبب الرئيسي في استنزاف كل موارد الدولة المتأتية وقتها من القطاع الطاقوي. عندما أعود لك إلى النقطة المتعلقة بديناميكية الاستهلاك، ديناميكية الاستهلاك أستاذي الكريم ذات طابع تجاري اجتماعي، وهي علاقة دائرية متكاملة في ما يخص الحياة بشكل عام ليوميات المواطن. فالاستهلاك هنا لا يمكن أن نحصره في الاستهلاك في القدرة الشرائية كما نتكلم. عندما نتكلم عن الاستهلاك بشكل عام وديناميكية الاستهلاك القوية سوف نتحدث عن مصروفات الدولة في إطار الطابع الاجتماعي، ما تعلق بالتوفير الضرورات القطاع الصحي للمواطن، التعليم المجاني، وكل الخدمات الأخرى المتأتية من الدولة إلى المواطن، إلى جانب القدرة الشرائية كحياة يومية. هذه كلها دائرة متكاملة ركز عليها صندوق النقد الدولي. صندوق البنك الدولي أستاذي لا يركز فقط على القفة ما بداخلها من عدس ولوبيا وغير ذلك، هو يركز على ما يسمى أساسيات جودة الحياة، لأن العالم الآن لم يعد يتكلم عن متطلبات الحياة ثم ضرورات الحياة، أصبح يتكلم عن جودة الحياة. جودة الحياة خرجت من مصطلح القدرة الشرائية والقفة وغير ذلك، أصبحت تتكلم عن الصحة والتعليم المستدام وكل ما من شأنه يعني تصنيف المواطن خارج دائرة الفقر. هذه هي المصطلحات المستدامة التي تحددها الأمم المتحدة لحياة المواطن الكريم. نحن بدأنا نتحدث عن هذا بناء على زيادات الأجور، منح مختلفة لضمان كرامة حقيقية للمواطن حتى الذي لم تكن لديه يعني سنوات من الخدمة وغير ذلك لظرف ما أو وضع ما أو بطالة أو غير ذلك في عقود سابقة. فالدولة الآن أصبحت يمكن أن نتحدث كثيرا عن ما يسمى التوزيع العادل للثروة، لأنك عندما تتكلم عن الطابع الاجتماعي للدولة يبقى المصطلح ناقص كثيرا أستاذي الكريم، لأن الطابع الاجتماعي يمكن أن يذهب بطريقة عشوائية على اليمين أو على اليسار،
ولكن عندما نضيف إلى هذا المشترك الطابع الاجتماعي مع التوزيع العادل للثروة، فهنا سوف نتحدث عن مقاربة جزائرية متكاملة. لأنه مهم جدا أن ندرك على أنه عندما تكون فيه منحة للبطالة، زيادات للمتقاعدين، زيادات للأجور، منح للمرأة الماكثة بالبيت على سبيل المثال، منح للطلبة، منح لذوي الاحتياجات الخاصة، هنا سوف تتحدث أستاذي عن مقاربة متكاملة للتوزيع العادل للثروة، وهو المهم بعد نموذج الطابع الاجتماعي للدولة. شكرا لك سيد الذروي. دكتور هارون، اليوم علاقة رفع الأجور اليوم برفع القدرة الاستهلاكية، اليوم أثر رفع الأجور على القدرة الاستهلاكية وعلى الحلقة الاقتصادية الوطنية؟ هو علاش التقرير ركز على ديناميكية الاستهلاك؟ لأنه تخوفنا احنا وين يكون؟ تخوفنا لما تتسرب الأموال المخصصة في الدولة للاستثمار إلى الاستهلاك. احنا نعرف جميع أنه عندنا مدخول، عندنا استثمار، استهلاك أو ادخار. في الدولة في هذه السنة مثلا خصت ميزانية الدولة كانت ب 110 إلى 112 مليار دولار. فتخيل معايا لو تسربت هذه الأموال إلى الاستهلاك فقط. هنا وش راح يحدث؟ راح تحدث موجة تضخمية كبرى. التقرير علاش داير هذيك الجملة؟ جملة عميقة جدا لمن يفهمها، أنه قال أنه مع تطور الاستهلاك معناتها الدولة لم تحرم شعبها، معناتها النمو اللي حققناه استثماري ما حققناش نمو وحرمنا الشعب، حققنا نمو وقدمنا للشعب قيمة مضافة. هنا وكأنه كاتب بالتقرير يستغرب يقول كيفاش استطاعت الدولة أن تحقق هذه المعادلة. الدولة الشعب لم يحرم، بالعكس يعني عشنا تقريبا شهر رمضان وأشهر الآن اللي راهي موجودة الآن في السنة الجديدة من أحسن الأشهر من ناحية الاستهلاكية، انخفاض كبير في أسعار، في أسعار يعني، وهذا المواطن حسها وراه يشوف فيها، وتوفير أيضا يعني المنتجات متوفرة مش فقط تخفيض الأسعار، لأنه يعني ممكن تخفض الأسعار وتبيعها في مناطق محددة فقط وترى مشاكل، هذه كل حليناها في السوق الجزائرية ووفرة أصبحت موجودة. إذن من يخطط للاقتصاد الجزائري يلعب على هذا المتغير، أنك موجود دفع للاستثمار وموجود دفع للاستهلاك وهناك موازنة بينهما. هنا الشعب يشعر بالرفاهية لأنه متوفرت له كل شيء، وفي نفس الوقت الدولة عندها دافعية للاستثمار، إذا رافع الاستثمار كبير في المرحلة اللي أنا فيها. هذا الشيء علاش راه موجود؟ لأنه احنا ركزنا مش على قطاع واحد كما كان عليه الأمر سابقا. سابقا كانت مدخولات المحروقات الجين استوردوها من الخارج بطريقة أو بأخرى، ما يهمناش حل استوردنا، المهم نستوردها فقط. هنا في الحالة هذه وش يصرى؟ يصرى تضخم كبير. احنا اللي صرى صرى العكس، رغم أنه رفعنا ميزانية الدولة إلا أنه التضخم الآن أصبح في 5%. وأنا كنت كتبت مقال كتبت سنتطرق للتضخم، لكن نتحدث عن الموازنة الدولة اليوم، موازنة التسيير والتجهيز يعني كانت متقاربة يعني حسب ما تحدثش عليه اليوم بخصوص الميزانية الدولة اليوم. تحدث على قانون مالية 2024 كان هناك توازن بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، وهناك توجيه كبير للأموال للاستثمار العمومي نحو استثمارات خالقة للثورة وخالقة للقيمة المضافة، خاصة وكان ركز عليها التقرير في قطاع الفلاحة، لأنه قطاع الفلاحة شهد ثورة حقيقية غير مسبوقة، وهذا اللي خلى اليوم الأسعار تنخفض. حتى الاستيراد كان مدروس بشكل دقيق، وهذا ما أدى إلى أن الاستيراد اليوم لا يحرم المواطن الجزائري من احتياجاته، وفي نفس الوقت لا نبذر أموال الجزائر من العملة الخارج. بالإضافة إلى ذلك رفع قيمة العملة الوطنية وش أدى؟ أدى إلى عدم استيراد التضخم، لأنه إحنا في العادة التضخم منين نجيبوه؟ نجيبوه من السوق الخارجية، استورد يعني ما وش عندنا في الداخل. إذن كل هذه المتغيرات نظن أنه كانت مضبوطة بشكل جيد يعني في المرحلة الماضية، ومواصلة على هذا المسار راح تخلي بنا أنه نؤدي بنا إلى أمر مهم جدا، أنه الكتلة النقدية أو الميزانية اللي راهي تسخف الاقتصاد الوطني راهي تذهب لتفعيل الاقتصاد الوطني، وهي مقاربة كينزية بحتة. لأن المقاربة الكينزية وش تقول؟ تقول لما تكون عندك أزمة ضخ الأموال العمومية، الأموال العمومية تحرك لك الاقتصاد، والاقتصاد يخلق لك قيمة مضافة، يخلق لك فرص عمل، فرص العمل، وراك تدعم في الاستهلاك من خلال رفع الأجور، أيضا راح يكون هناك تحفيز الاستهلاك، وهذه هي الدوران العاجلة الاقتصادية كما تعرف أنه هي حلقة متكاملة بين كل الدور. خليك دكتور تغرسي، أيضا التقرير تطرق إلى نقطة مهمة جدا وهي مختلف القوانين التي شهدتها الجزائر. اليوم شهدنا عديد القوانين، قانون الاستثمار، قانون النقدية المصرفية، قانون اتفاقية توقيع الجزائر اتفاقية التجارة الحرة في القطاع الإفريقي، عندنا قانون العقار الصناعي، كل هذه يعني شفنا اليوم في البرلمان تم التصويت على جملة من المشاريع القوانين التي ساهمت في رسم ملامح الاقتصاد الوطني اليوم. نعم مهم جدا هذه الإصلاحات، لأن شفنا مشاريع عدة في ما يخص البرلمان. أول حاجة هو قانون الاستثمار،
لانه اليوم شفنا اشاده بالنسبه للقناة الاسمر، حتى بالنسبه للمؤسسات الامريكيه تشيد بالامتيازات اللي موجوده في قناة الاسمر، لانه هناك امتيازات سواء من امتيازات طبعا جمركيه، جمهوريه، امتيازات جبائيه شبه جبائيه، وحتى امتيازات عقاريه، لكن بمنظومه رقميه فعلا. هذا اللي انتقلنا اليوم، انه اصحاب طبعا المؤسسات هناك كثير من الافراد من ضمن استضفناه في الحصه هذه فعلا. وشفنا النوعيه تاع الافراد اللي استفادت من ولا علاقه وما عندهمش امكانيات كبرى، ولكن استفادوا من خلال امتيازات المؤسسات واستفادوا من عقارات مهمه، وانجزوا المؤسسات تاعهم. ممكن السنه القادمه راح تدخل هذه المؤسسات حيز التنفيذ، فقط انه من خلال الامتيازات ومن خلال هذا القانون، انه حتى تم الاستماع تقريبا لكل انشغالات المواطنين من خلال استماره موجوده، ماذا تريد من استثمارات في هذه المنطقه، ما هي مشكل الاستثمارات، ما هو المشكل المالي، حتى الاصلاحات طبعا الماليه مهمه جدا. الاصلاحات الماليه مهمه جدا، حتى انه كاين جزء او مساحه مهمه بالنسبه للقطاعات الوزاريه. اليوم الفكر هو كيف يمكن ان تساهم القطاعات الوزاريه من خلال وضع الاستراتيجيه الوطنيه من خلال هذه المنصه الرقميه، لانه هذه المنصه الرقميه اصبحت اكثر تسويق للامكانيات الجزائريه. اليوم 2019 تقريبا ولا مؤسسه تستثمر في الجزائر، المؤسسات الاجنبيه والاستثمار الاجنبي المباشر كانت تقريبا غايب 2019، اليوم وصلنا الى مستوى تقريبا 44 مؤسسه اجنبيه الى جانب شراكات لمؤسسات عده في الجزائر. نظن انه هناك طبعا اشكاليه نظن انه كانت موجوده في المرحله السابقه، قضيه التسويق الرقمي. اليوم القانون طبعا حاول بقانون اللي هو مرتبط بالمقاول الذاتي، من خلال المقاول الذاتي شفنا انه القانون جاء طبعا برسم بسيط اللي هو 5%، ولكن رغم ذلك تم تصحيحه في قانون الماليه ب 0.5%، وهذا مهم جدا انه لاستقطاب طبعا هذا، لانه بكل صراحه عندنا سوق موازي، عندنا طبعا ابداع، عندنا فكر كيف يمكن استقطاب. واليوم تقريبا كل الشباب يفكر ندير بطاقه بالنسبه للمقاول الذاتي وننخرط في العمليه من خلال التبسيط. نعم اليوم نعطي له امتيازات، ولكن المرحله القادمه بعد سنوات، بعد 4 سنوات ممكن يعاود يدخل السوق تاعنا، السوق الرسميه، ويمكن استقطاب كل هذا الفكر وهذا الابداع اللي موجود في السوق. عده قوانين حتى بالنسبه للقانون النقدي والمصرفي شفنا اصلاحات مهمه جدا. نقول لك انه ما وصلناش الى 100% من كل هذه الاصلاحات، ولكن على الاقل هناك خطى كبيره جريئه في عده قطاعات. اليوم انتقلنا الى حتى بالنسبه للمنظومه الفلاحيه من خلال طبعا تسهيل وتبسيط الاجراءات للحصول على العقار الفلاحي. اليوم تقريبا في كل المناطق موجوده، اليوم في ادرار مثلا تقريبا عندنا حوالي 500,000 هكتار، وهذا رقم كبير جدا، ولكن خصص بالنسبه للرواق الاخضر للاستثمارات الكبرى، لانه المرحله السابقه علاش كون هذا الرواق؟ المرحله السابقه كنا نعانوا من اشكاليه توزيع، قضيه المراقبه والمتابعه. نظن انه اليوم حيز مهم جدا باش يعطي اكثر حريه للقطاع الوزاري المعني. وشفنا الرواق الاخضر لمساحه كبرى، يوم الاسبوع الماضي او ما قبله شفنا 117,000 هكتار طبعا تم توزيعه بالشراكه مع طبعا شريك القطري. اليوم راح نشوف شراكه مع ايطاليين، شراكه مؤسسه وطنيه ممكن راح تنطلق المرحله القادمه ب 200,000 هكتار. نظن أن تقريبا الاستراتيجيه الوطنيه مبنيه على قضيه التحفيز، كيف يمكن التحفيز. وصلنا في قضيه التحفيز الى الصناعات طبعا الاستراتيجيه، لمواد الاستراتيجيه تمويل تعود تقريبا 90%، وهذا مهم جدا، معناتها فقط 10% وتدخل في العمليه الانتاجيه. نظن الفكره من خلال هذه الاصلاحات بدات تبان. حتى بالنسبه لي التقرير يحكي على الاستثمارات العموميه، الاستثمارات العموميه اليوم شفنا انه مثلا طريق الرابط بين خنشله بالنسبه للسكك الحديديه خنشله طبعا الى، وحتى بالنسبه للجلفه، وحتى ممكن 2025 راح نشوفوا طريق طبعا الرابط بين نظن جلفه لغوات، كذلك بالنسبه لغردايا ثم المنيعه، وهذا مهم جدا، معناته انه راح نبني استراتيجيه من خلال الاستثمارات العموميه، وهي اللي توضح طبعا هذه الاستثمارات العموميه الخارطه الوطنيه للاستثمار، وتوضح حتى الاقطاب طبعا الاقطاب الفلاحيه في ماذا ننتج طبعا في هذه الاقطاب الفلاحيه، حتى الاقطاب الصناعيه. اليوم
التقريب طبعا الفلاح من المصانع عن طريق طبعا الاقطاب الصناعيه اللي راح تكون في مناطق الجنوبيه، وتقديم لانه استراتيجيه بالنسبه لي الصناعه التحويليه، وهذا المهم لانه نعرف انه كثير من المواد الخام والاسعار تاعها مقارنه مع المنتج النهائي. مثلا لما نحكوا على إشكالية طبعا الحديد الخام 136 تقريبا دولار بالنسبة للطن، ولكن النهائي يوصل لك إلى أرقام تفوت العشرات من المرات. اليوم الجزائر ثالث دولة عربية في إنتاج الحديد والصلب آخر تقرير. نعم ثالث في هذه المرحلة، خلينا نقول لك ثاني ثالث، ولكن إذا طبعا تمت هذه الاستراتيجية من خلال استغلال إمكانية وطنية في كل القطاعات اليوم، سواء بالنسبة للحبوب تقريبا ثانية على هذا المستوى، حتى بالنسبة للمنتجات الفلاحية الثانية، حتى بالنسبة للحديد، حتى بالنسبة لي نظن أنه هناك إمكانيات وهناك طبعا ثروات، فقط كيف يمكن تذليل العقبات، لأنه هناك طبعا عمل كبير يندر من طرف السلطات العمومية، ولكن قضية مثلا إشكالية اللي مازال السلطات عالج في الإشكالية هذه هو قضية تمويل، بالنسبة لي تمويل البنوك بالنسبة لي قضية الاستثمار العمومية. أنت مازال عمل كبير رغم وجود قوانين، ولكن نحتاج إلى عمل لتذليل العقبات لمرافقة المستثمر، لأنه تهدف السلطات العمومية إلى خلق طبعا مليون أو مليونين مؤسسة في المرحلة القادمة، ولكن بكل صراحة كيف يمكن توفير مناخ لبسط الإجراءات فيما يخص خلق المؤسسة. شكرا لك سيد ضربي. التقرير أيضا أشار إلى تحكم كبير، اليوم الجزائر تتحكم كبير في المؤشرات الاقتصادية ما يتعلق بالنمو التضخم، وهذا يعطينا لمحة على النموذج الاقتصادي اليوم الذي تنتهجه الجزائر. نعم القدرة على التحكم في الأرقام الأساسية والرئيسية للاقتصاد الوطني متأتية بناء على سلسلة متكاملة من تخطيط استراتيجي ينطلق من تحديد الغايات والأهداف، وليس تحديد الربحية أو مستوى معين، لأنه تحديد الغايات من البداية هو الذي يعطيك الطريق الصحيح أو المضبوط الدقيق للوصول لتحقيق هذه الغايات. من الناحية السياسية نقول لك أستاذ يجب أن ننتبه أنه أصبحت الغايات الكبرى للاقتصاد الجزائري تحدد من طرف السلطة السياسية العليا في البلاد، ولم تعد يعني مخولة للوزارات وغير ذلك. عندما تكون فيه عملية التحديد للغايات والأهداف لكل قطاع من السلطة السياسية العليا في البلاد، هذا يعطيك الدلالة التي نتكلم عنها كثيرا، وجود إرادة سياسية. لأنه عندما تحدد السلطة العليا في البلاد الهدف لكل قطاع للوصول إليه ولو نسبيا بنسب أكيد كبيرة، فهنا سوف تتحدث عن نقطة أيضا جد مهمة، بعد الإرادة السياسية سوف تتحدث عن الرقابة والمتابعة. فبطبيعة الحال من يحدد الهدف سوف يقوم بالمتابعة للوصول إلى النتيجة المطلوبة، فهذه هناك هيئات كبيرة للمتابعة أصبحت جد مهمة. ومن أساسيات، حتى أعود إلى سؤالك بدقة، من أساسيات الرقابة الآن ونحن في عصر التكنولوجيا، نحن نعيش مجتمعات ما بعد الحداثة، سوف نتحدث عن الرقمنة التي يتكلم عنها رئيس الجمهورية أكثر من مرة ليبين مدى ضرورتها ومدى ضرورة أيضا الاندماج السريع في هذه المنظومة على المستوى الوطني وما بين الهياكل والقطاعات المختلفة حتى نندمج في المنظومة العالمية وفق معايير دولية. هنا هذه من أحدث يعني ممكن من أسس الرقابة والمتابعة للدولة الجزائرية. فقلت لك أن الرقابة أصبحت جد مهمة لمتابعة تحقيق الغايات الكبرى للسلطة السياسية في البلاد. ثم تأتي ما يسمى الاندماج المؤسساتي. الاندماج المؤسساتي أستاذ أصبحنا نشهده في كل هذه الغايات الكبرى. عندما تحدث عن الأمن الغذائي أصبح موجود في الصف الأول أمام السلطة السياسية، موجود وزير التعليم العالي، موجود وزير الصناعة إلى جانب وزير الفلاحة. كنا في السابق نرى فقط ممكن وزير الفلاحة بعض المسؤولين. عندما تحدث عن الأمن الغذائي تجد هو في الصف الأول، عندما تحدث عن التصنيع تجد وزير الصناعة وممكن بعض الإطارات إلى جانب أكيد بعض المسؤولين لقطاعات أخرى. ولكن الآن أصبحت الغاية الاستراتيجية للدولة التي تحدد يجب أن يندمج فيها كل مسؤولي وهياكل ومؤسسات القطاعات المعنية، لأنه لم يعد فيه الفصل في
تحديد البرامج العملية، بس أصبح فيه ما يسمى الاندماج أكثر منه التنسيق والتعاون، لأنه عندما تتحدث عن التنسيق والتعاون داخل الوطن فيعتبر في الفكر الاستراتيجي نقيصة إلى حد ما، ولكن عندما تتحدث عن الاندماج فبطبيعة الحال سوف تتحدث عن طاولة واحدة لتحديد البرامج والآليات للوصول لتحقيق هذه الغاية التي قلنا محددة من طرف السلطة العليا في البلاد. خطط أن هذه البرامج تكون قصيرة متوسطة المدى وطويلة المدى، هذه هنا عندما تحدث عن العقل الاستراتيجي الواقع هو الذي سيحدد إما قصيرة المدى أو متوسطة أو طويلة المدى. لا يمكن مثلا أن تتحدث عن تحقيق الأمن الغذائي في قطاعات معينة في مدة سنة، فأنت تتحدث عن دولة يعني مساحة قارة، تتحدث عن شعب عظيم يعني 45 مليون نسمة، نتحدث عن متغيرات عالمية ترهن مصير ومستقبل الدول، ولكن عندما تتحدث عن كل هذا وأمور أخرى فسوف تتحدث عن التحديات. لنقول فقط أختم لك أنه التحديات أستاذي الكريم فيما يخص التطور في المجالات الحيوية التي يتصارع لأجلها العالم، في مجال الطاقة، في مجال الفلاحة، في مجال صناعات معينة، أنت أستاذي لا ليس أمام حكومتك تحديات وطنية، أمام خارجية إقليمية وطنية دولية، تحديات أخرى إقليمية وتحديات تصل إلى مستوى النزاع والصراع ما بين الدول. لذلك مهم أن ندرك حجم التحديات على شمولية هذا المصطلح. شكرا لك سيد دروي. دكتور هارون، نتحدث على انخفاض معدل التضخم. التقرير أكد أن انخفاض معدل التضخم إلى 5% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة من 9.3 في 2023. هذا الانخفاض في معدل التضخم هل راجع إلى قوة الدينار، ارتفاع قيمة الدينار، أو إلى الإنتاج؟ نحن نعرف أن التضخم يكون هناك إنتاج كبير وفير ينخفض التضخم، نسبة التضخم. هو فكرة كنت ذهبت لها قبل صدور التقرير في حد ذاته، لأنه قبل كان عندك يعني تقرير في جريدة، كان مقال صحفي بشكل أسبوع يعني حول الاقتصاد. فكان قبل التقرير هذا صدر تقرير صندوق النقد الدولي كان يتكلم على أنه مشكل في الجزائر مشكل تضخم، وكان تقرير يعني كان متحف في حق الجزائر. فكتبت مباشرة بعد التقرير هذا، كتبت أنه التضخم في الدول النامية يختلف تقديره عن التضخم في الدول المتقدمة، لأن الدول المتقدمة الآن رأي في مرحلة استقرار تستهدف تثبيت التضخم عند 2 أو 3% لأنه ما عندهاش هدف أنها تنمي اقتصادها، فما عندهاش هدف أنها تضخ كتلة نقدية، وبالضرورة هنا هدفها هو المحافظة على استقرار الأسعار، مستوى العام الأسعار داخل البلد. إحنا دولة تطمح إلى تطوير اقتصادها، فضخ الكتلة النقدية داخل السوق راح يؤدي بالطبع إلى 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 وجود تضخم، لكن التضخم هذا سيكون مرحلي، خاصة أنك أنت تعيش في مرحلة ما بعد الكوفيد، وكما يعلم الجميع مرحلة ما بعد الكوفيد كانت محتاجة إلى تنشيط الاقتصاد من خلال الاستثمارات العمومية. دونك من هذا المنطلق ارتفاع التضخم إلى 9 أو حتى إلى 12% ليس بالأمر المخيف، لأنه بمجرد أنه الآلة الإنتاجية تعاود ترجع وتبدأ تعمل سرعان ما ينخفض أسعار التضخم. لماذا؟ لأنه العشرين يعني لماذا؟ لأنه هنا يولي عندك العرض والطلب متوازنين، وهنا المستوى العام للأسعار اللي ينقيس به التضخم يتراجع، ومنه تتراجع التضخم معه، وبعدها يعني بعدها بأيام بعدها صدر بعد ما صدرت يعني المقال تاعي اللي كنت شرحت فيه النقطة اللي كنت سميته يقدر يكون تضخم صفر. ماذا لو يكون تضخم صفر؟ وعلى كل حال عنوان صحفي، ثم علمتونا كصحفيين نديروا العناوين البراقة حتى نجيبوا المتابعين. فشرحت فيه الدخل أنه التضخم لا يمكن أن يكون صفر، لأنه إذا كان صفر مثل الضغط الدموي، يعني لو كان الضغط الدموي تاع الإنسان صفر معناتها الوفاة، فكيف لو كان الضغط تاع الاقتصاد صفر أو التضخم الاقتصاد صفر فهذا معناتها الاقتصاد لا يشتغل، لكن اقتصاد مرتفع في دولة تسبو إلى أن تكون دولة نامية فهذا مهم جدا. لماذا؟ يعني هناك حركية اقتصادية، لكن بمجرد أنه ميكانيزمات الاقتصاد تعود في الدوران إلا والتضخم يعاود يتراجع، والآن كما قلنا في الربع الأول من السنة الجارية راه في 5%، هذا أمر أنا كنت متوقعه، لأنه أنا كنت نشوف الحركية الاقتصادية اللي تجي. لماذا؟ لأنه أشار لها أيضا التقرير أنه في الجزائر أهم شيء في هذه المرحلة اللي نعيش فيها هي مستويات الفساد، تراجع كبير في مستويات الفساد، لأنه الشيء اللي كان ينخل الاقتصاد الوطني سابقا هو هذه النقطة بالذات. الجزائر ارتفعت يعني ثمان مراتب في
في في في الشفافيه يعني في في سنه واحده. تخيل معايا يعني الخطوات العملاقه اللي يقوم بها الاقتصاد الوطني في هذا الاطار. ايضا كنتكلموا على البيروقراطيه لانه عندنا مشروع متكامل تاع الرقمنه وهناك رؤيه، لانه كنا تكلمنا في هذا البلاطو قلنا انه البيروقراطيه نحاربها بالرقمنه. حتى كلمه البيروقراطيه هي نظريه اقتصاديه معناتها التنظيم، لكن المزايده في التنظيم معناتها المماطله، معناتها راح نوليو في تمطيل. يعني من اجل ان نقلل من هذه المماطله علينا ان نذهب مباشره الى الرقمنه حتى تصبح الامور تسير بشكل جيد. اذا التحدي الان وشنو هو؟ هو الرفع من عدد المؤسسات الموجوده داخل الاقتصاد الوطني، وهذا كنا تكلمنا عليه ايضا سابقا، والدوله تمشي في هذا الاطار في المرحله الحاليه. لانك لو ترفع من عدد المؤسسات داخل الاقتصاد الوطني راح يزيد الانتاجيه داخل الاقتصاد الوطني وراح تمتص البطاله، لانه منحه البطاله التي وضعت الان كما قال سيد رئيس الجمهوريه هي عمليه مرحلية. هدفها الاساسي انه اولادنا في المرحله هذه نعطوهم منحه تسمح لهم ان يعيشوا حياه كريمه في 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 وكاينه مرحله يتحرك فيها الاقتصاد. لما يتحرك الاقتصاد يبداو المؤسسات، الشباب نتاعنا يروح يذهب الى انه يجد مناصب عمل، لانه المنحه مهما كانت ماشي حتلبي طموحات الشباب حتى يصبح لديه عائله ويكبر. اذا هنا تشوف ان الرؤيه الاستراتيجيه للدوله الجزائريه متكامله في كل الاصعده. هنالك حقيقه دوله راسماليه ببعد اجتماعي تحافظ على المواطن، تحافظ على مصلحه المواطن، لكن في المقابل لا تخفي البتات تطوير الاقتصاد والبحث عن العمومي والخاص، يعني حتى الاستثمار. لانه سيد رئيس الجمهوريه تكلم على انه هنالك وجوب تطوير الاقتصاد وتطوير الجيش. الجيش الحمد لله يا ربي اليوم واقف على الحدود بكل التحديات اللي راهي موجوده واللي رانا نعيشوها، والاقتصاد الوطني ماشيين ونطوروا فيه، وبقائنا على هذه الوتيره بشهاده التقارير الدوليه ان شاء الله تؤكد اننا سنلحق الى الهدف نتاعنا الاساسي، هو مع نهايه 2027 ان نكون دوله ناميه بي مارجون. علاش؟ لانه كاين تحقيق ناتج 400 مليار دولار. علاش؟ لماذا؟ لانه بعض الناس ينسى واحد الشيء. حنا راه عندنا واحد الحجم الاقتصاد في السوق السوداء. احنا كي رانا نحسبوا الاحصائيات نتاعنا كل يوم راه مغيب علينا ما هو موجود في السوق السوداء. اذا لو نسترجع موجود في السوق الموازيه والسوق السوداء، اظن انه ربما راح يرتفع الناتج المحلي الخام اكثر مما هو متوقع، لانه حقيقه وهذه تاركه موجوده في الجزائر يجب ان نتعامل معها من المراحل السابقه. لو دمجنا هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي وتصدر يعني اليوم مقال نتكلم فيها القضيه هذه وكيف يمكن دمج يعني الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، لانه نشوف فيه انا مهم جدا في عمليه يعني بلوره الاقتصاد الوطني وتحريك الاقتصاد بوتيره اسرع من ما هي موجوده الان. لماذا؟ لانك اليوم لما تكون عندك هذه القدره على جلب ولا اعاده احاطه الاقتصاد الغير رسمي ووضعه في الاطار الرسمي، راح تكون عندك قدره على استعاده حجم كبير من الاقتصاد الوطني ووضعه في الطريق الصحيح والاستفاده من كل مكونات من كل مقدمات. والحمد لله كاين عده ادوات راهي موجوده، وان شاء الله نشوفوا ادوات اخرى في القريب العاجل. دكتور تغرسي عندك تعقيب على استرجاع السوق الموازيه؟ تفضل. لا قضيه تضخم، لانه تضخم حقيقه لازم نعرف انه مادام رانا في الحقيقه كاين اشكاليه الاستيراد، لانه التضخم تقريبا ما يمثل التضخم نتاعنا 70% هو التضخم المستورد. مادام تعتمد في قضيه الاستيراد على اموال طبعا في كثير الحالات متزايده من المنتجات وتدخل في العمليه الانتاجيه، لانه التضخم في المرحلة السابقه كان مرتبط بالاسواق العالميه وكانت الاسعار تاع المنتجات العالميه تقريبا مرتفعه. اليوم بدينا نشوف في استقرار بالنسبه للاسعار طبعا العالميه، وهذا اللي يمكن عنده تاثير بالنسبه لقضيه التضخم وانخفاض خاصه التضخم. الحل بسيط، كيف يمكن توجيه كما قال عمر توجيه الاستثمارات الوطنية، لأنه مهم جدا طبعا لما نشوف الميزان التجاري يعطي لك جزء مهم جدا بالنسبة لقيمة الدينار، وهذا طبعا راح يعالج، لأنه المراحل السابقة شفنا إشكالية كانت موجودة قضية تخفيض العملة وتعويم العملة، كأنه الحل كان هو في تعويم العملة اللي في بالهم حسب المنظوم باستقطاب طبعا الاستثمارات الاجنبيه وانخفاض قيمه التكلفه بالنسبه للمنتجات الوطنيه. نظن انه اليوم حدثت عليها دكتور يعني ما قال اليوم عنوانه اصلا هو هذا الشيء، هذا يعني يتكلم على العمله. العنوان تاعو لماذا لا يجب ان نغير العمله او نحذف اصفارها في الجزائر، يعني نتكلم على هذا مهم جدا. معناته انه الفكره اللي النظريه اللي كانت موجوده عند اصحاب القرار المرحله السابقه كانت فكره غلطه، معناتها وصلنا الى قيمه الدينار هذا المستوى ونخفض، لما نخفض ونعوم قيمه الدينار معناتها بكل صراحه معناتها نضيع الشعب، وهذا هذا شكون نديرها؟ نديرها طبعا دول اللي ما عندهاش
القدرات الإنتاجية، دول اللي ما عندهاش الثروات، ولكن الحمد لله كما قال الأستاذ عمر أنا تقريبا قارة، والقارة هذه كل الإمكانيات موجودة في الجانب المنجمي، في الجانب الفلاحي، في الجانب الطاقوي، في الجانب السياحي، كل طبعا كل اللي موجود في الجزائر تقريبا ولد ولا موجود عندها التنوع. منش نحكي التنوع البيئي اللي موجود وتنوع الثروات اللي موجودة، فقط كيف يمكن استغل سواء بالنسبة للدراسة النقدية ولا حتى بالنسبة للخلق الثروة، لأنه اليوم طبعا كان عمل كبير يندر مسار الطرف السلطة العمومية، وكنت ذكرتهم قلت ضرورة ولوج كل القطاعات الوزارية للتسويق، طبعا لأنه نحكي على تسويق الثروة والتسويق بالنسبة للخارطة الوطنية للاستثمار، يجب أن يعتني كل قطاع وزاري ماذا يريد تحقيقه من خلال استثمارات على مستوى القطاع. السؤال يطرحه ما هي طبعا المنتجات اللي ممكن تستحق نحتاجها بالنسبة لمشتقات بترولية نجهلها، لأنه كانوا نسوق فقط مقرسين، كانوا لما يجي هذا المستثمر الأجنبي يجي وفق الخارطة اللي رسمناها بالنسبة للجزائر، ما يجيش بالفكرة نتاعو كما حب هو يسأل، لا احنا لازم طبعا نأسس الى خارطة وطنية قطاعية وتكون مسوقة عن طريق طبعا المنصة الرقمية اللي هي موجودة اليوم من طرف الوكالة واللي لم يشارك فيها القطاعات الوزارية الى يومنا هذا. لكن التقرير اليوم التقرير ايضا يبرز اهمية تحسين توفر البيانات الاقتصادية الرسمية ودقة تفاصيلها. اكيد اليوم هذا يعني مهم جدا. تكلمنا عليها لانه البيانات هي دراسة تاريخية للواقع طبعا الاقتصادي، لازم تكون عندك معطيات من خلال هذه المعطيات تبني النموذج الاقتصادي، النموذج تاعك المرحلة القادمة، ثم يعني هي معادلة رياضية من خلال هذا النموذج، لأنه النموذج مبني في معادلة رياضية، ما عندكش إمكانيات باش تطبق النموذج، تأخذ القرار من السلطات العمومية، طبعا هذه الدراسة يديروها الخبراء فعلا. اللي يبقى فقط في الأخير هو القرار بالنسبة للسلطات العمومية، قال لا انا ما عنديش امكانيات باش ندير هذا المشروع لانه هاو التكلفه تاعو، هاو الواقع تاعو، هاو المخطط تاعو، كيف يمكن طبعا تقرر السلطات العموميه في كثير. ولكن بكل صراحه في لما تريد التسويق لاي منتوج يجب ان تعطى ارقام حقيقيه اليوم انه الارقام ماشي حتى انه المراحل السابقه كنا الارقام اللي جينا من ديوان وطني للاحصاء معلومات غير مغلطه، حتى بالنسبه لهذه الدراسه بالنسبه لمعدل التضخم، حتى معدل التضخم والقدره الشرائيه، لانه في كثير من الحالات كانت تعتمد على متغيرات قديمه 20 سنه، معناتها سله الاستهلاك وسله الانتاج اللي كانت في قديمه. اليوم انا نعرف الاحصاء الفلاحي، اليوم انطلق الاصلاح الفلاحي منذ اليوم اسبوع، لما تكون عندك مهم جدا احصاء فلاحي، الحاجة الأولى اللي لازم نوصل ليه ما هو العقار الفلاحي اللي عندنا فعلا. أنا تقول لي نقول لك 8.5 والوزير نتلقى به يقول لي 9.5 ويقول لي واحد آخر أنا لي من 3 مليون راه موجودة، وأنا نقول لك بلي 7 مليون كانت بداية تصون أطراك في المرحلة السابقة وتم حل المشكل هذا. نظن هذا لأنه علاش؟ لأنه شوف اليوم هناك اتفاقية موجودة بين القطاع الوزاري اللي هو الفلاحة مع الطاقة، اتفقوا على حاجة جميلة جدا أنه كل ما هو متعلق بالمنظومة الفلاحية من فوق تخدمها قطاع الفلاحة، كل ما يتعلق بالمنظومة الطاقوية تخدم، ويكون تعاون مش فقط التعاون اللي موجود، تعاون اللي طبعا مد كل المعلومات الموجودة عند سوناتراك بالنسبة لكل القطاعات الفلاحية، معناتها راهي مرافقة حقيقية بالنسبة لقطاع طبعا الطاقة مع قطاع المنظومة الفلاحية. نظن أنه هذا التجاوب اللي موجود راح يعطينا حلول في المرحلة القادمة، كيف يمكن فقط أنه نسوق. اليوم شفنا اللقاء راح يكون ممكن طبعا في نعامة اللي شفنا وحسب المسؤولين أنه هناك إمكانيات هناك إمكانيات عقارية ضخمة في هذه المنطقة، وتوفر طبعا وفرات مالية كذلك ما هي كبيرة في المنطقة، كيف يمكن أنه نستغل هذه الإمكانيات الوطنية باستقطاب سواء الاستثمار الأجنبي، لأنه اليوم خلينا نقول لك أنه المراحل السابقة كان كل الجزائري ما يقبلش يخدم في المنظومة الفلاحية، اليوم لا كل جزائري يتمتع باستغلال الإمكانيات الفلاحية، لأنه هنا نحكوا على إشكالية الدعم، كيف يمكن السلطات العمومية وفرت دعم كثير من القطاعات وأصبح اليوم الفلاح متعامل اقتصادي ينتج، في بعض الحالات تجي السلطات العمومية ترفض هذاك الإنتاج من من من
من المساحات هذه ويتفضل مباشرة تحصل على الشيك تاعو. هذا المهم، أنه لازم نفكر بأنه نخلي هذا المنتج ينتج فقط. العمليات والإجراءات طبعا الإدارية السلطات العمومية هي اللي تقوم بها عن طريق القطاعات الوزارية. شكرا لك دكتور. سيد ضربو، يعني عبارة أخرى مهمة تطرق إليها هذا التقرير البنك الدولي هي ارتفاع في زيادة الواردات، وهناك زيادة كبيرة في الواردات. ماذا يعني بزيادة الواردات؟ نعم أستاذ، فقط حتى أجيبك على هذه النقطة تعقيب. أريد تعقيب على مصطلح العمل وفق البيانات والأرقام والإحصائيات. أستاذ الكريم، العمل وفق هذه المنظومة ما يسمى المحددات الثابتة، يعني 1 أو 5 أو 10 أو نسبة معينة، يعني لديها طريقة عمل تختلف عن العمل وفق استراتيجيات العامة. يعني عندما تتحدث عن الأرقام، الأرقام مباشرة، يعني إحصائيات أو أرقام سميها كما شئت، تعطيك مباشرة ما تسمى فكرة العوام. يعني عندما نقول على أنه في مؤسسة معينة أو في قطاع معين موجود مثلا 15% في مجال كذا، فهذا الرقم، هذه النسبة تحدد، تعطيك مباشرة ما يسمى العوام. ما هي العوامل التي أوصلت إلى هذا، إلى هذه النسبة، سواء كنسبة متدنية أو نسبة مرتفعة. ثم العوامل تعطيك المتطلبات، سواء تريد رفع هذه النسبة أو الإنقاص منها أو الحفاظ عليه. ثم المتطلبات تجعلك هنا تنطلق إلى أهم مرحلة أو أهم مستوى، هو ترتيب الأولويات. لذلك نتكلم عن الرقمنة. عندما تقوم بترتيب الأولويات ستعطي الأولويات بناء على أرقام واضحة. الأولويات أستاذي الكريم سوف تعطيك هنا نظرة استباقية حول كل ما هو مطلوب لتطوير مستوى معين أو رقم معين للوصول به كغاية أو كهدف إلى رقم آخر أعلى منه. كمثال، العملية دقيقة جدا عندما تتحدث عن الإحصائيات والأرقام، لا يمكن أن تتعامل معها وفق منظور التفكير الاستراتيجي العام، لأنك تتكلم عن ما تسمى المتتاليات الرقمية. رقم، الرقم الذي وصلت إليه توجد أرقام قبله في قطاعات معينة هي المحدد لذلك الرقم. هذا لك الرقم سوف يعطيك أرقام تشاركية مع أرقام أخرى في مجالات أخرى، الكل مترابط بشكل دقيق جدا جدا. لذلك على أن يكون لدينا مثلا مختصين وخبراء في مجال دراسة إدارة ودراسة، بارك الله فيك، الأرقام والإحصائيات مهم جدا جدا. لا يمكن أن تعطي أرقام وإحصائيات اقتصاد معمم أو اقتصاد قياسي. اقتصاد قياسي هذا تخصص تقريبا، تخصص الأستاذ يعني. نعم، فمهم جدا أن يكون لدينا كتلة من الخبراء، ليس فعلا الأستاذ وحده، فعلا كتلة من الخبراء في هذا المجال، لأنه هذا الذي سوف يكون نتاج كامل المنظومة، منظومة الرقمنة أستاذ الكريم. الرقمنة وأهمية البحث العلمي. مع قبليش السؤال تعيب باختصار. نعم، عندما تتكلم عن قوة الواردات باختصار، يجب أن نتكلم هنا عن نقطة مهمة جدا. الواردات الآن في الجزائر لم تعد ترتفع أو تنخفض بناء على توفر الأموال أو رغبات المستوردين وغير ذلك. أصبحت يعني تدار من طرف الإدارة الجزائرية ممثلة في وزارة التجارة وفق مقاربة بسيطة جدا، هي الحمائية الاقتصادية. يعني إذا كان فيه لدينا تشبع أو اكتفاء ذاتي سوف يكون لديك إمكانية التصدير، ونحن نتكلم هنا عن الواردات. إن كان فيه نقص معين في مادة معينة أو منتج معين سوف يتم حساب، كما كنا نتكلم قبل قليل، نسبة النقص في ذلك المنتج، ويتم الاستيراد وفق ما يسمى مبدأ الكوطة بالتدرج حتى نغطي ذلك العجز. يعني الواردات المفرطة غير موجودة ولن تكون. الواردات بطريقة عشوائية حتى تحدث التشبع وتتسبب في التضخم وغير ذلك لن تكون. الواردات التي تستنزف أموال الدولة بطريقة غير مدروسة لن تكون، لأنه هنا سوف نعود إلى مقاربة بسيطة على أنه بدأنا نتكلم عن ترشيد النفقات فيما يخص العملات الأجنبية الصعبة، فمهم جدا لأنها من أحد أسس مقدرات وموارد الدولة والشعب. شكرا لي دكتور هارون. يعني تطرقت نوعا ما لهذا، قريت هذا البيان تاع البنك الدولي، ما تحدثش على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. نظن باللي الاستثمارات الأجنبية في الجزائر مهم جدا، هذه النقطة خاصة تعكس نوع الاستثمارات في الجزائر وجاذبية الاستثمار
شوف أنا عيش في وضعية جيوستراتيجية متغيرة في العالم ككل، كاين واقع جديد حدث بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وبعد الحرب في غزة، يعني أيضا هناك توجه كبير نحو البحث عن مصادر طاقة يمكن أن تمون أوروبا، وهناك محاولة تحاشي أنا في اعتقادي الاستثمار في السوق الجزائرية حتى لا تكون السوق الجزائرية هي الممول الوحيد إلى أوروبا، لأن أوروبا لا تريد أن تعيد التجربة الروسية. لكن لا أرى أنه سيكون هناك مفر من الاستثمار في السوق الجزائرية، لأن ديما احنا هناك استثمارات اجنبيه اليوم كثيره في الجزائر، اكثر من 100 مشروع. نتكلم على المجال، نتكلم قبل 24 نتكلم على المجال الطاقوي قبل. المجال الطاقوي مهم جدا، انه الان عندنا شريك اساسي هو ايطاليا، وايطاليين مع الايطاليين الان رانا في عمل اساسي. بعدها راه عندنا شريك الامريكي الان، هنالك يعني كثير من 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 الحوارات والنقاشات وحتى المشاريع الاوليه اللي في الجزائر. هناك اكتشافات مؤخرا اللي كانت اكتشفتها الجزائر في المجال الغاز، خاصه الغازي، خاصه في الأوفشور يعني على مستوى البحر. كل هذا بالإضافة إلى قرب الجزائر جغرافية من أوروبا راح يخلي الجزائر هي المصدر الأساسي، المصدر الأساسي بالنسبة للطاقة الأوروبية. بخصوص الطاقة لأوروبا، وزير الطاقة يعني نظن يوم أمس تحدث عن كابل بحري لنقل الكهرباء من الجزائر الى اوروبا. لماذا؟ لان الجزائر الان عندها فائض في انتاج الكهرباء في حدود يعني في حدود 20% من احتياجاتها. هذا الشيء هذا احنا سابقا كانت تصدير تانا عن طريق الدورسال اللي كان موجود من الشمال من الشرق الى الغرب على تونس وثم الان الان الجزائر تريد ان تكون مستقله في تصدير كهربائها، لانه لا يعرفش باب المشاهد انه الكهرباء هناك بورصه كهرباء موجوده في اوروبا هي اللي تقوم بعمليه شراء والبيع يعني انيه حتى الاسعار ترتفع وتنخفض حسب بالوقت. هناك منظومة معقدة لكل حال الكهرباء في أوروبا. إذن الجزائر اليوم كل ما يحدث الآن من بهرجة، لكن في الأخير ستبقى الجزائر هي الأمان الطاقوي بالنسبة إلى أوروبا، وقلنا الأسباب عليها. بالنسبة إلى المشاريع توقيع اتفاقية اليوم بين الجزائر وسلوفاكيا في قطاع الطاقة أيضا. بالنسبة إلى المجالات الغير استراتيجية، خلينا نقول لأن الجزائر تقسم مجالاتها إلى قسمين، مجالات استراتيجية فيها قاعدة 49-51 ومجالات غير استراتيجية اللي ما يهمش فيها قاعدة 49-51، العكس هي مفتوحة للاستثمار الأجنبي. هنا نشوفوا عدة مشاريع، مشروع بلدنا اللي كان انطلق مؤخرا مع أشقائنا القطريين، هناك مشاريع كبيرة في الحديد والصلب الآن اللي أصبحت تعطي ثمارها، هناك مشروعات كبيرة في المناجم نتكلم عليها أيضا مع يعني مع أصدقائنا الصينيين، هناك مشاريع أخرى جاية في مجال الفلاحة للجزائر. اليوم أصبحت الدول تخشى من الجزائر في مجال الفلاحة. لماذا؟ لأن توجهنا من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة المنظمة. ربما يتذكر الآن البعض ما كانت الشوشرة الإعلامية اللي صدرت حول الذكاء الاصطناعي وأنه شاحناتنا هي بالذكاء الاصطناعي، في حين أنه الآن نشوف شاحناتنا الجنوب والشمال والجنوب والشرق والغرب، والحمد لله خيارات الجزائر الآن تظهر. كل هذا ماذا يعطيك؟ يعطي حاجة اسمها الديناميكية الاقتصادية. لأنه الديناميكية الاقتصادية وشنو هي؟ لما تشوف بلاد ترتفع وتشوفها تحقق نتائج تصبح الآن يعني. نعم يصبح الآن قطب لاستقطاب الاستثمارات. الآن مع الإحصائيات اللي كان قدمها مدير تلابي تكلم على حوالي 6600 مشروع الآن راهي مسجلة على المنصة، 7200 إذن معها حوالي 100 إلى 124 مشروع من الاستثمار الأجنبي، وأتوقع أن يكون المزيد. لماذا؟ لأنه عندك القدرة استثمار في السياحة، عندك القدرة استثمار في التحويل الغذائي في مستلزمات التحويل الغذائي يعني. عندك استثمار في المجال النسيج، عندك استثمارات في كل مجالات في الجزائر. الجزائر قارة ولديها القدرة على العمل في كل المجالات. أيضا الأطراف مترامية، عندك القدرة أنك تكون يعني قريب لأوروبا وقريب لإفريقيا وقريب للشمال وقريب فكل هذا بالإضافة إلى الطاقة الرخيصة، يد العاملة المتوفرة، المساحة المتوفرة، يعطيك واحد يعني واحد الخليط، واحد المزيج هو في الحقيقة خاص بالجزائر وإنك يعني تتفرد به الجزائر. وهو إن شاء الله مع الإرادة القوية اللي راهي موجودة لدى الحكومة ولدى الشعب وعلى أعلى قوة سياسية في الجزائر وأعلى الهرم في الجزائر، تخلينا إن شاء الله نحقق قفزات في المرحلة القادمة بإذن الله. دكتور تيغرس، اليوم الاستثمارات الأجنبية، التقرير البنك ما تطرقش للاستثمارات الأجنبية، خاصة من اليوم الجزائر تجذب الاستثمارات الأجنبية. نعم، لأنه شاهدنا كثير من الاستثمارات الأجنبية، وشاهدنا أنه تركيز كثير من دول على كيف يمكن تفعيل هذه الاستثمارات الأجنبية. وشفنا تقريبا في عدة قطاع، نظن أنه تقريبا منذ يومين هناك شركة أمريكية لإكسون موبيل كانت موجودة في الجزائر. إكسون موبيل عندها أكثر من 10 سنوات لم تنشط في الجزائر. من أعرق طبعا المؤسسات الغازية طبعا والبترولية كذلك في الجانب هذا لاستغلال. عمر كانت يعني هناك اللي يقول لك أنه كيجي إكسون موبيل
عديد الشركات تجي معها الشركات الطاقوية. أكيد طبعا هذا في الجانب الطاقوي، لكن حتى بالنسبة للإمكانيات الفلاحية هناك طبعا كثير من المؤسسات اللي ممكن طبعا راح تكون استثمارات بالنسبة للفلاحة في الجنوب، حتى بالنسبة لقطاعات أخرى، لأنه هناك طبعا إمكانيات، ولكن نحتاج أكثر لتنويع طبعا الاقتصاد الوطني من خلال إمكانيات استغلال المناجم اللي موجودة في الجزائر. اليوم القرار مهم بالنسبة للسلطات العمومية، لا بديل على الصناعة التحويلية، معناتها وجب الذهاب إلى صناعة تحويلية، لأنه الفائدة والأرباح طبعا نتاعها كثيرة جدا. فقط أنه فيما يخص الاكتشافات، خلينا نقول لك أصبحت منافسة بالنسبة للولايات في الجنوب. ولي غرداي يقول لك أنا عندي من أكبر الولايات، عندي استكشافات وعندي إمكانيات مقارنة مع الأغواط، يقول لك أنا الأول. وحتى بالنسبة لأضرار يقول لك أنا أكبر استكشاف، هذا كلهم أكبر استكشاف. حتى بالنسبة لعين صالح نظن أنه كان تنافس حتى بالنسبة للولايات من حيث الاستكشافات، وفقط لأنه فقط كان السيد رئيس الجمهورية تكلم مع المفوضة للاتحاد الأوروبي، قال إمكانيات وطنية موجودة، إلى حبين تحتاجوا الغاز واستغلوا الغاز ما عليكم إلا بتقديم الاستثمارات في الجزائر. شكرا لي سيد دروي. نقطة أخيرة باختصار، التقرير أيضا أشار إلى نقطة مهمة ومهمة جدا، أن التنمية والنشاطات تمس جميع أنحاء البلاد. نعم، هذه أجيبك عليها في كلمتين حتى أضيف نقطة مهمة باختصار. أولا أن تمس كل القطاعات في الدولة هو ما يسمى التنمية الشاملة، وأيضا نحن نتكلم في الجزائر عن التنمية المتوازنة بطبيعة الحال، هو المنطلق الرئيسي لمس كل القطاعات، ولكن تبقى السلطة العليا تحدد الأولويات رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، لأن قطاع الفلاحة أصبح ذو أولوية كبيرة، قطاع الطاقة هو رقم اثنين بناء على العديد من المؤشرات، لأنه قطاع يسير وفق مسار مستدام واضح ومحدد منذ سنوات، ولكن يزيد الآن في تطوير بنيته التكنولوجيا والصناعية المؤسساتية وغير ذلك، وهيكلة وترشيد وحوكمة وغير ذلك. أيضا أريد فقط أن أضيف لك، عندما تحدث عن أنه البنك الدولي يتناسى أو يتغاضى عن الاستثمارات الخارجية، فهذا ليس خطأ وهذا ليس نقصان، ولكن لديه مغزى معين. أقل شيء يمكن أن نتحدث على أنه لا يريد أن يكون منصة للإعلان والإشهار للدولة الجزائرية، لأنه هذه الأرقام التي أخذتها سيادتك أستاذ الكريم للتقرير هي كلها سوف تتكلم تحت عنوان واحد، استقرار الجزائر ونمو متزايد واضح بناء على الأرقام التي حددوها. ولكن عندما تجد أنه أهم مرتكز في دراسة الاقتصاد من خلال تدفق الأموال الخارجية والاستثمارات لا يتم الحديث عنه، هنا سوف تتحدث إلى حد ما على أنهم أرغموا إلى حد ما للحديث بهذه المصداقية والإيجابية، ولكن حاولوا على الأقل أن يضيفوا بشمة عضائية إلى حد ما. أجبني على السؤال، تنمية في كامل أنحاء البلاد، التنمية في كامل أنحاء البلاد هي التنمية المتوازنة أستاذي الكريم. عندما تكون كرئيس الجمهورية يقول لك برنامج خاص لولاية تيزمسيل، برنامج خاص للمسيلة، نتكلم عن تطوير خنشلة، برنامج مخصصات مالية وبعث ولايات جديدة على غرار المنيعة والعديد من الولايات الأخرى، تخصيص مخصصات مالية في ميزانية التجهيز والميزانيات الأخرى لهذه الولايات، أيضا مس القطاعات الحيوية، لأنه بدأنا نتكلم عن تفعيل وليس استثمار، تفعيل الاستثمارات من خلال ميزانية التجهيز. دكتور هارون نختم معك، ما رؤيتك للنموذج الاقتصادي اليوم الذي تعرفه الجزائر؟ رؤيتك والله اليوم أن الجزائر تبني نموذج اقتصادي مهم فيه توازن، في حاجة مهمة جدا هي استثمار عوائد النفط والغاز في تطوير الاقتصاد الوطني، هذا الشيء اللي كان غايب لمدة سنوات. عندك رغية أخرى أن هنالك التركيز على الجانب الفلاحي وهذا أمر أيضا مهم جدا، هناك أيضا التركيز على الجانب التحويلي مع عدم إغفال الجانب التكنولوجي والابتكاري في مختلف المجالات. إذن هذو هما ثلاث ركائز أساسية، النفط والغاز، محروقات تساعدنا في تنمية القطاعات خاصة الاقتصادية مع عدم إغفال التكنولوجيا والابتكار، هذا كله أدى إلى ما هو عليه الجزائر اليوم. دكتور عمر هارون خبير اقتصادي واستاذ جامعي، شكرا جزيلا لك، كما اشكر الدكتور وليد غرسي وهو ايضا خبير اقتصادي واستاذ جامعي، كما ايضا اشكر السيد محمد دروي وهو خبير في التخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدوليه، وشكر موصول لكم انتم مشاهدينا، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.